بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبنائي الطلبة، أحييكم أولا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد موعدنا اليوم مع درس من دروس مادة الاجتماعيات، واليوم بمشيئة الله هنتكلم عن مرافق وخدمات بلادي. طبعا يا أبنائي، كلنا لابد أن نتعرف على معنى المرافق والخدمات، وقبل أن نتعرف على هذه المعاني لابد في البداية أن نشير إلى كلمة الشيخ صباح الأحمد رحمه الله أمير دولة الكويت، حينما أكد في كلمته على تركيز الجهود لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية وتحقيق التنمية الشاملة من أجل أن تستعيد الكويت مكانتها التجارية المتميزة وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري عالمي من خلال تطوير كافة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من المرافق الحيوية الأخرى. وهذا نص الحديث الذي تكلم عنه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد صباح رحمه الله. بعد ما تعرفنا على مقتطفات من حديث أمير دولة الكويت السابق رحمه الله، تعالوا بعضنا نتعرف على معنى كلمة المرافق. طبعا يا أبنائي، المرافق المقصود بها هي جميع مباني الدولة وممتلكاتها العامة وإدارتها التي تقدم الخدمات للمواطنين، بمعنى أن هذه المرافق هي ليست ملكية خاصة ولكنها ملكية عامة للدولة. أيضا هناك ما يسمى بالخدمات، وطبعا الخدمات المقصود بها يا أبنائي هنا هي الجهود التي تقدمها الدولة لتوفير الراحة والحياة الكريمة. يعني كل وزارة من وزارات الدولة بتختص بتقديم الخدمات للمواطنين في أي دولة من دول العالم، وهذه الخدمات لتحقيق الراحة والحياة الكريمة للمواطنين. طبعا يا أبنائي، تتعدد المرافق العامة في دولة الكويت، ومنها طبعا المدارس كما هو واضح أمامي، وأيضا المساجد، النوادي الرياضية وغيرها، أيضا المستشفيات وغيرها الكثير طبعا من المباني والمرافق العامة التي تكون ملكا للدولة، أيضا المغافر وغيرها ومراكز الشرطة. كل ده طبعا يا شباب تعتبر مباني عامة ملك للدولة. طبعا هنا لو حبينا نتعرف على أهم المرافق التي مر عليها محمد، طبعا من أهم هذه المرافق طبعا المدرسة والمسجد والنادي والمستشفى. كل مرفق من هذه المرافق يقدم خدمة معينة. طبعا يا أبنائي كلنا نعرف أن المدرسة تقدم الخدمات التعليمية لجميع الطلاب، المستشفى تقدم الكثير من الخدمات الصحية، المسجد طبعا خدمات دينية من دروس ومواعظ وخطب داخل المساجد، أيضا النوادي الرياضية تقدم خدمات ترويحية للشباب وكبار السن وغيرهم. الدستور الكويتي يا أبنائي طبعا حرص حرصا كبيرا على تحقيق الخدمات التعليمية والصحية وضمن لها سبل العيش الكريم،
وهذا ما أكد عليه الدستور الكويتي في مواده في حق الفرد في التعليم والصحة وضمان سبل العيش الكريم. هذه المرافق العامة يا ابنائي لابد أن نحافظ عليها، لأن الحفاظ على هذه المرافق العامة يعتبر واجبا دينيا ووطنيا لابد أن يلتزم به كل فرد منا في حياته. طبعا كلنا نعرف هذه المرافق التي تقدم الخدمات، إذا لم نحافظ عليها طبعا فسوف تتعرض للتلف والهلاك ولا نستطيع تحقيق المنفعة المطلوبة منها. لذلك يجب أن نهتم اهتماما كبيرا بالحفاظ على الممتلكات العامة وعدم المس بها أو تخريبها، ويجب حمايتها والحفاظ عليها، وهذه مسؤولية طبعا لابد أن تقع على عاتق كل فرد من أفراد هذه الدولة، لأن أي ضرر يحدث في هذه المرافق أو الممتلكات العامة للدولة طبعا بيؤثر تأثيرا سلبيا على راحة المواطنين وحياتهم الكريمة. يعني يجب عدم العبث طبعا بهذه المرافق، ويجب يا أبنائي أن احنا نحافظ عليها وعدم إتلافها بأي شكل من الأشكال. لذلك الحفاظ على هذه المرافق تعتبر مسؤولية يجب على كل فرد أن يتحملها ويحافظ عليها حتى تدوم وتستمر للأجيال القادمة. من ضمن السلوكيات الإيجابية في الحفاظ على المرافق العامة، تعالوا مع بعضنا نلاحظ هذه الصورة. أولا طبعا إذا انتهيت من نزهتي لابد طبعا أن أقوم بتنظيف المكان المتواجد فيه، لابد أيضا أن نشارك في الأعمال التطوعية في الحفاظ على البيئة الكويتية والحفاظ على الممتلكات العامة للدولة. أيضا يجب أن أحافظ على الألعاب من التكسير طبعا وعدم تخريبها بأي شكل من الأشكال. ومن أهم الطرق للحفاظ على هذه المرافق طبعا أولا عدم تخريب وتكسير مرافق الخدمات، ثانيا استخدام المرافق بشكل سليم من قبل الأهالي، ثلاثة عدم الكتابة على الجدران، أربعة التحلي بالأداب والسلوكيات عند زيارة المرافق، خامسا المحافظة على نظافة المكان. طبعا هذه السلوكيات الإيجابية التي لابد أن نتعلمها ونعلمها للآخرين حتى نحافظ على هذه المرافق العامة حتى تستطيع أن تقدم لنا الخدمات المطلوبة. أيضا يا ابني تعال نتعرف على هذا النشاط مع بعضنا من خلال الصور. طبعا الصورة الأولى طبعا يجب علينا أن نقوم بزراعة الأشجار والحفاظ عليها. الصورة الثانية يجب فيها طبعا التحلي بالأداب العامة في المرافق العامة. الصورة الثالثة وهي طبعا يجب الحفاظ على البيئة الكويتية ونظافتها من القمامة وغيرها المتراكمة. أيضا الصورة الرابعة تؤكد على عدم الكتابة على الجدران، يعني أبنائي نحرص كل الحرص طبعا على عدم الكتابة على الجدران في المدارس أو في المساجد أو المستشفيات أو غيرها، لأن هذه المرافق ملك للدولة وليست ملك لأي شخص من الأشخاص ويستفيد منها جميع المواطنين. أيضا يجب عدم تكسير المرافق العامة كالمواصلات العامة وغيرها لكي تستطيع أن تقدم الخدمات المطلوبة منها. وفي النهاية أبنائي طبعا
نؤكد كل التأكيد على أهمية الحفاظ على المرافق العامة للدولة والحفاظ عليها من التلف، وهذا واجب ديني ووطني. يجب على كل إنسان منا أن يتحمل هذه المسؤولية ويحافظ على هذه المرافق. أتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح، على أن نلتقي في درس قادم بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.